ترأس صباح اليوم مسؤول البرنامج الوطني للأمن الغذائي مناسبة بداية الأنشطة الموسمية لتجمد كاس الذي يعمل في مجال تربية الأسماك بقرية دير موسى. كانت المناسبة بحضور بعض المسؤولين. تقرير زميل الحسين النور يوسف. بعد رعاية دامت أكثر من 5 أشهر للمكان الذي تم فيه تربية الأسماك بقرية برموسا التي تبعد بحوالي 60 كيلومتر شمال العاصمة إنجمينة، جاء موعد إخراج الأسماك التي تم تربيتها من قبل تجمع دكاس بقرية برموسا. هذا التجمع الذي يتكون من أحالي هذه القرية قالوا أنهم قاموا بهذا المشروع منذ عام 1975، إلا أنه كان في ذلك الوقت بشكل بدائي. وفي عام 2011 أشرف البرنامج الوطني للأمن الغذائي على هذا المشروع وحاول أن يمد أهالي هذه القرية بالمعدات الضرورية التي تساعدهم في هذا الجانب. رئيس تجمع داكاس لتربية الأسماك بقرية برموسا أكد بأن هذا العمل ساعدهم بصورة كبيرة في سد احتياجاتهم الضرورية. بكنا نابيزيكولتور قاعدين نربوهم فوق ما شغلنا فوضى ما في بعد عاشوا فوقها في مدة 5 أو 6 شهر ده أنينا نجي خلاص نحوتو بعد نحوتو ده نودو في السوق وفي محل الهاسة أنينا كله قاعدين فوق ده كل الناس اللي يبقوا كله فيه وقرصة ده نجمولو نسوى بقى خير من هيراتا ده الأول نكتبوا بقى أولادنا في الكل ده الثاني كان نادم مردان مننا من جروب ما كله نستفيد بها عشان نفتشوا له الدواء. من ناحيته الخبير الزراعي ببرنامج الوطني للأمن الغذائي ريماجيتا جاك قال أن البرنامج يساعد مثل هذه التجمعات وذلك من أجل تحسين السبل المعيشية لمثل هذه القرى، كما دعا جاك في حديثه جميع أهالي القرى المجاورة الاستفادة من خبرة هؤلاء الشباب مؤكدا بأن البرنامج الوطني للأمن الغذائي سيدعم كل التجمعات التي تعم فائدتها للجميع وأن مثل هذه المشاريع من المؤكد ستخفف من معاناة سكان المناطق الريفية.